راح نطلع في المكان يجنن. هياته هو باعي. الله شو هاي؟ نزلوا هناك. هاي هنا المنطقة كلها بس بالباراشوت. تعال أخذ لنا هذه الخطية تعال. Thank you.
هاخدكم اليوم جولة بالمدينة. ضليت ناخذ منهم من الثلاجه بنرجع ها؟ نعم ايس كريم باركوك نزل منا؟ لا ما يطلعنا خاف ما يطلعنا هاي نزول منا بقى هاي الشجره بعدين بقى هاي الشجره جد حلوه حاطين بيها حجار سجلنا هنا المكان هذا مال حجز نقطع تكت وبعدين راح نصعد لهذيك النقطة الفوق بالتلفريك اكو مكان حلو ونتغدى فوق ناوين الا على الجبل هذا يقول لا اتغدى فوق طبعا ما راح نطلع بهاي العربة لانه كلش هواية فول فراح ننتظر لين زعلنا راح ننتظر العربة الثانية تجي بعد 5 دقائق فقلنا نرتاح هنا والمما شوفت اي هاي مكان هناك اذا يصير اذا يصير شيء الهبوط حلوة هلا بابا طبعا احنا راح ننتظر بعد 5 دقائق ثانية حتى تجي العربة تكون فارغة ما بيها هواية ناس شوي ناخذ راحتنا بالتصوير لان هاي هسه مثل ما شفتوا اللي طلعت كلش هواية فول يعني الناس هواية اوه حيدر طلعت الفلوس من الماكينة يلا اجانا هذا الثاني نطلع بي وصل وصل هذا روح الله ياكم طلعنا هسه لفوق هذا التلفريك وهذا السرعه اللي يمشي بها بطيئه جدا حتى واحد يشوف مناظر طبيعيه اريد بس الشاي الشاي؟ اي والله هاي الكشك اللي ورايا الاسعار مالتهم كلش تختلف عن المانيا بهواي اكيد الضعف بس شنو منطين فرصه مثلا واحد ينزل مره واحده او 6 مرات بس لشخص واحد اللي يريد يقطع نفس التكت 6 مرات ب 20 يورو فهسه بس منتظرين بابا يجي على مود لان قطعنا له تكت ويانا يريد يصعد بهاي التزحلق الزحليقه يختلف لانه مالتنا هيجي صغيروني اصغر منك كلش صغير مالتهم هيجي ادفعها فوت هات هاي ادفعها فوت ماشي ادفعيها فوتي يلا روح صرت اي طبيعة هيجي تخليه يمشي شنال هيجي توقف هو دائما خليه يمشي شنال لازم بايدك لازم بايدك هذا ما تتهدى لازم هيدا انا ادري بيك راح تصير قدامي ضل اعيط يلا خلي اروح خضرة لو حمرة ما اشوف يلا مع السلامة
المطر. الله كلش حلوة، شوفوا الجمال منها شلون حلو. رادينا كلش حلوة كانت. هذا كله نزلنا منه. شنو ويا الخضار تشوفون المنظر يجنن. بعد كلش حلوة. زين انت ليش ما انتظرت الخضرة مالتك طلعت ويا بتول؟ طب شنو اقول لك، بقرة دبدوبها ما بقرة. ابي البيبي. اوه اكو بيبي، شفته؟ هذا اللي صغار. ايه هالبيبي عندها هواي صغار قاعد يشربون حليب. اوه فدوة. ولي شوفي شو مكانات.
لازم هذا هن. هاي الممية الزينة. طبعا هو عايش أي جريدة هي أكلها. يلا تعال هاد. نشرب حليب. قبل ما ناكل آيس. شوفوا بابا ورجينا وحيدا بدنا نشرب آيس كريم. تعال أضربها من واحد واحد أضرب. أجول. باش كبرت. يلا وين؟ هاي.